نفت وزارة الخارجية السودانية تصريحات المتحدث الرسمي باسمها عن سعي السودان لإقامة علاقات مع إسرائيل. وقالت الخارجية السودانية إن أمر العلاقات مع إسرائيل لم تتم مناقشته في وزارة الخارجية بأي شكل كان. وكان المتحدث باسم الخارجية السودانية حيدر بدوي قد قال ما من سبب لاستمرار حال العداء بين السودان وإسرائيل، مضيفا لا ننفي وجود اتصالات بين الخرطوم وإسرائيل. وأشار بدوي إلى أن بلاده تتطلع لعقد اتفاق سلام مع إسرائيل قائم على الندية وعلى مصلحة السودان دون التضحية بالقيم والثوابت. وتابع السودان وإسرائيل سيجنيان فوائد وثمارا من عقد اتفاق سلام. علاقتنا بإسرائيل رأيي مبني على موقفي كمواطن سوداني حر مكنته ثورة حرية بأن يعبر عن رأيه، ولأكثر من سبب لم يفصل هذا الرأي من موقعي الرسمي كناطق رسمي لوزارة الخارجية. الرأي انبنى على كون الخطوة الجريئة التي قام بها السيد رئيس المجلس السيادي الانتقالي في مقابلة السيد رئيس الوزراء الإسرائيلي في عنتبي، فتحت الباب حول اتصالات يمكن أن تتم بين السودان وإسرائيل. صدر قبل أيام تصريح من السيد وزير المخابرات الإسرائيلي يؤكد بأن هناك اتصالات، ولم ينفي السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي ولم تنفي أي جهة حكومية هذا الحديث. من جانبه عبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن ترحيبه بموقف وزارة الخارجية السودانية واصفا إياه بالشجاع